السلام عليكم. انا سعيد جدا انني كل يوم في مهرجان طنجة الدولي في نسخته الثانية. فهذا اليوم السعيد لينا كمغاربة، عيد العرش المجيد، الله ينصر سيدنا والله يحفظه لينا. فيعني فرحان اني التقيت بالجمهور الطنجاوي والجمهور المغربي، لان كما كتعرفوا يعني الشمال في الصيف يعني المغاربه كاملين كيكونوا متواجدين فيه، كنرحبوا بهم ديما، مرحبا بهم على راسنا وعينينا. فكان يعني تجاوب مزيان مع الجمهور، كنتمنى نتلاقى معهم قريبا عاوتاني ان شاء الله. كان تفاعل رائع، تفاعل زوين بزاف. الجمهور خصك ديما، الجمهور عاطفي، خصك تعرف كيفاش تتصرف معاه، كيفاش تتفاعل معاه، وكيبقى يعني ديما الجمهور كيعطيك كل الحب وكل الاحترام، يعني احترم تحترم بحال اللي كنقولوا. فلذلك ديما يعني الفنان خصو يعطي صوره مزيانه ويعطي الايجابيه، ويبعد من التفاهه، ويبعد من كلام النبي، ويبعد من التصرفات اللي هي خايبه، وغيمشي مزيان ان شاء الله في لاكارير ديالو. جديد ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله، هذا كاين جديد اغنيه راي، يعني كوكتيل راي، اغنيه اللي غتكون مزيونه بزاف بزاف، ونتمنوا ان شاء الله الناس يفرحوا بها ويجاوبوا معها مزيان. الرساله ديالي كما ديما يعني شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم، وحنا هنا الا باش تكونوا فرحانين معنا ونشطين وضحكين، هذا هو المهم. تبارك الله عليكم. اطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 24 لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه الميامين، تنظم مؤسسه طنجه الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي والرياضي بشراكه مع ولايه تحت اشراف ولايه الجهه عمل طنجة أصيلة، وبشراكة مع جهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة طنجة والمديرية الجهوية للشباب مهرجان صيف طنجة الدولي في نسخته الثانية، اللي صراحة بعد النجاح الكبير ديال رمضانية النسخة ديالو الثانية، اليوم كنجيو في الصيف كنحاولوا نعطيو واحد يعني برامج مختلفة متنوعة عن السكينة مدينة طنجة والزوار ديالها. وكذلك حاولنا أننا هذا الصيف هذه المهرجان ديالنا نعطيو واحد طابع دولي بمشاركة واحد مجموعة ديال الفنانين من خارج أرض الوطن، لا المدرسة الإسبانية ولا المصرية. حاولنا تكون أسرار الجمال هي ضيفة الشرف من دولة مصر الشقيقة، وكذلك سهيل السرغيني مع مجموعته الإسبانية في الغناء الطربي والفلامينكو من إسبانيا. وحاولنا أننا نجيب ولاد مدينة طنجة بحال علي صامد، ياسمين الرايس، وصال فارس، والرابور مسلم. وكذلك هناك مخضرمة شمالية أمل عبد القادر، والمخضرمة المغربية ريبوند البيضاوية اللي غتكون كذلك عندها واحد الطابع خاص يوم عيد العرش، اللي غادي تزيد تأنهات بالأغنية ديالها، غتعطي واحد رسائل قوية كذلك في إطار تلاقي الثقافات والحضارات. وبحكم أن المملكة المغربية هي مدينة التعايش ومدينة تلاقي الثقافات، كذلك غتكون كذلك يعني المطربة أو الفنانة الطنجاوية الأصيلة التي حلقت في سماء العالمية عبير العابد، اللي غتحفل الجماهير كذلك مع ريموند البيضاوية بمناسبة عيد العرش بصورة جديدة وبأغاني جديدة، لأن مدينة طنجة تستحق الأفضل وتستاهل الأفضل. لماذا؟ لأن مدينة طنجة بحكم موقع ديالها الجغرافي والتاريخ ديالها الدولي، وكذلك التفات المولوية السامية والرعاية السامية صاحب الجلالة بهذه المشاريع الكبرى اللي عرفتها مدينة طنجة، وهذه الصحوة التنموية الكبيرة اللي عرفت واحد التحول كبير لإعادة الهيكلة المدينة ديال المدينة القديمة، يعني الميناء ديال طنجة المدينة، يعني واحد مجموعة ديال التحولات ومجموعة ديال الأمور اللي خصنا نواكبوها كمجتمع مدني باش تكون مدينة طنجة ترجع عندك الإشعاع العالمي ديالها والإشعاع الدولي. أنا اللي كنطلب من هذا المنبر ديالكم، أولا كنشكركم على التجاوب ديالكم وعلى الدعم ديالكم لهذا المهرجان، أي نشاط كتعمل المؤسسة ديال طنجة، ولكن النداء ديالي لطنجاوة هو أننا كاملين بنا طنجة فيها مجموعة ديال الشباب ومجموعة ديال الرواد اللي قادرين يبدعوا في مختلف الميادين، خصنا غير نفتحوا عليهم وخصنا نعملوا يد في يد باش أولا نوحدوا الكلمة ونوحدوا الصورة ونوحدوا البرامج، لأن كاملين بنا خصنا نستحضروا المصلحة العليا ديال البلاد والمصلحة العليا ديال المدينة.